بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة صدور كتاب ألفته في عن يتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، نورمالمون صدر اليوم، كان من المفروض أنه يأتي ويباع هنا في المعرض هذا، ولكن حدث تأخر لا أدري لماذا. هذا موضوع مهم جدا في مجال من المواضيع التي تطرقت لها في هذا الكتاب، ونتكلم فيه عن الأمشاج في القرآن الكريم. الأمشاج هما لي غامت، لو سبرماتوزويد اي لوفيول. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذه الحقيقة تبدو الآن بديهية، لم أتي بشيء جديد في هذا المجال، لكن الأمر لم يكن كذلك في العهود القادمة، إذ أن بعض المجتمعات كانت تنكر أن يكون للمرأة دورا فعالا في عملية التكاثر. ونذكر على سبيل المثال أرسطو المشهور، الفيلسوف الإغريقي المشهور، كان يعتقد أن المرأة لا تشارك في عملية التكاثر إلا كحاضنة للجنين في بطنها مدة الحمل، en quelque sorte une mère porteuse exclusivement. وأن مني الرجل هو العنصر الأساسي والحيوي الذي تنشأ عنه الحياة، دور المرأة لأنها تفتقد إلى بذرة فهي لا تشارك. وحسبه المرأة تشارك في عملية التكاثر إلا بدم حيضها. هذه النظرية العلمية بين قوسين سادت العالم لتبني وترويج الكنيسة لها حتى 1827 حين اكتشفت البويضة. هذه النظرية تختلف تماما عن ما جاءت به النصوص الشرعية، إذ أن الشرع يقر أن التخلق يشترك فيه الذكر والأنثى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. للمرأة إذن نطفة متميزة عن نطفة الرجل، هذا حسب الشريعة الإسلامية. هذه النطفة سماها الرسول صلى الله عليه وسلم نطفة المرأة، وسماها العلم الحديث بويضة. إذن هذا إقرار صريح وواضح أن التكاثر مسؤولية الذكر والأنثى. يقول الله سبحانه وتعالى: وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه نشأ آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الآيات أجملت باختصار معجز مراحل التخلق
البشري. هذه المراحل: مرحلة النطفة، مرحلة المضغة، مرحلة العظام، مرحلة اللحم ومرحلة العظام ومن بعد اللحم، ومرحلة الخلق الآخر. ومن الأكيد أن العرض القرآني لأطوار التخلق بدأ من حيث البداية، أي ابتداء من مرحلة اجتماع النطف، أي مرحلة الإخصاب، ليطاب دو فيكونداسيون. ونركز اهتمامنا على هذا الطور، الطور الأول، طور مرحلة الإخصاب، ليطاب دو فيكونداسيون. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذه الآية ترخص المرحلة، بمعنى أننا سوف نجد في كلمات هذه الآية ذكر للشريكين اللي يشاركوا في عملية نصيب فيها نطفة الذكر ونطفة الأنثى، إشارات صريحة أو كنية. الكنية تعرفوها قاعدة هي. دونك هل يوجد في النص القرآني ذكر صريح ومباشر لهذين العنصرين المشتركين في الفعل، فعل اللقاح؟ لنتعرف على الشريك الأول، لو برومي بارتنير، لو سبرماتوزويد، لو غاميت مال. لغويا استعمال كلمة نطفة أمر مطلق، أما في النص القرآني فاستعماله فيه على حسب الكلمة في موضعها في الآية. القرآن الكريم بيّن أنه ليس كل المني هو الذي يخصب المشيج الأنثوي، وإنما جزء منه فحسب. ونستنتج من هذه الآيتين أن المشيج الذكري هو كيان يحتويه المني، يكون شريكا فعالا في ظاهرة التكاثر. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى إذ قال: ليس من كل الماء يكون الولد، معنى en partie seulement. نستخلص من هذا أن المقصود من النطفة هو الكيان الأساسي والحيوي فيها، أي الحيوان المنوي. سماه القرآن الكريم نطفة، كلمة يفهم مدلولها كل الناس، المثقف واللي ماهوش مثقف كامل اللي يعرفوا نطفة اش معناها، علما أنه لو استعمل هذا الاسم حيوان منوي في القرآن الكريم زمن نزوله لارتبك الناس وشق عليهم فهم هذا الأمر. قبل زمن نزول الوحي لم يكن تحليل المني متوفرا، ولا عرف الناس أنه مادة مركبة، لكن النص القرآني أشار إلى ذلك من خلال حرفين ميم ونون إلى حقيقة علمية باختصار: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هذه الآية هذه نحلها تحليل فيها من مذكورة، من الأولى، كل خلية جنسية جذرية ينسل عنها أربع حيوانات، يكون مصدر كل أنسين، كل إنسان من واحدة من تلك الخلايا المنسلة. ثم تأتي من الثانية، هذه الخلايا الجذعية الفوق، وتحت عندنا أربعة سبرماتيد. من الثانية هذه الحيوانات المنوية تفرز ضمن السائل المنوي، حيوان منوي واحد على العادة هو من مجموع الحيوانات التي يحتويها المني، هو الذي يخصب المشيج
الأنثوي. علما أن أول من طرح فرضية احتواء السائل المنوي على جزيئات مخصبة هو لويس دو كاردان عام 1623، واكتشف روفين هوك الحيوان المنوي قرنا بعد ذلك. قلنا مذكور إما صراحة وإما كنية، ماهوش مذكور بالاسم اللي معروف معهود عليه، ولكن كنية حاجة اللي تقول أنت يا سفينة الصحراء، فم تفهم أنه المقصود هو الإبل. تقول ملك الغابة مفهوم أنه المقصود هو الأسد، هذه كنية. هذه الآية أتت بتفاصيل هامة جدا يكشف عن إعجاز مبهر لكتاب الله. كلمة سلالة، سلالة معناها لغويا لما نراجع القواميس تاع اللغة العربية في لسان المغني، السلالة هي شيء قليل ينسل ويستخلص من شيء كثير. السلالة عند في لسان العرب، السلالة من سل من شيء، سلالة الشيء ما استل منه. وبالرجوع إلى المصادر العلمية نجد أن هذا المعنى للسلالة ينطبق تماما على نطفة الذكر، حيث أن المنشأ الأصلي للحيوان المنوي هو الخلية البذرية السبرماتوغوني. هذا رسم بياني عن تسلسل مراحل تخلق الحيوان المنوي، يبدأ من السبرماتوغوني البذرة الجذعية وينتهي عند الحيوان المنوي. لما نأتي لنلخص هذا المشهد على شكل رسم بياني يتجلى أمامنا معنى السلالة بالمظهر في تمام الوضوح. كاين سبرماتوغوني أ الأصلية تنقسم إلى اثنتين خليتين، سبرماتوغوني أ وسبرماتوغوني بي. سبرماتوغوني هذه ألوا بريزيرفي لوريجين، هكذا يبقى رصيد الخلايا الجذعية تاما وثابتا ما يتغيرش. أما سبرماتوغوني بي فهي ينسل عنها حيوان سبرماتوغوني بي، تعطينا أربع حيوانات منوية في نهاية المطاف نتاعها. تسلسل مراحل تخلق النطف الذكرية يبدو بالفعل وكأنه خيوط انسلت من نسيج أصلي باق على حاله رغم غزارة الانسلال الذي يدوم من البلوغ إلى ما لا نهاية، يعني مدى الحياة، رغم كثرة الناتج عن هذا التكاثر اللي هو عند الإنسان 100 مليون حيوان منوي في اليوم. هذا التسلسل لمراحل تخلق النطف الذكرية داخل الأنابيب المنوية على النمط الذي ذكرناه آنفا هو خصوصية فريدة يتميز بها المشيج الذكري. هذه أمر أساسي ومهم جدا في بقية التفاصيل. سبيسيفيسيتي نتاع
عند لو سبرماتوزويد في لا سبرماتوجينيز. هذه خاصية تاع الإنسان. ما كانش خلية واحدة أخرى عندها هذا النمط نتاع التكاثر. لا يوجد لها مثيلا قطعا في مجال فيزيولوجيا تكاثر الخلايا في باقي أجزاء الجسم، لا عند الذكر ولا عند الإنسان. السلالة انسلال الحيوان الثمانوية من نسيج الخلايا الجنسية الجذعية هذه حقيقة علمية اكتشفت مش بعيد بزاف عنها في النصف الأخير من القرن الماضي. إذا أبقينا لعبارة سلالة معناها العربي الأصيل السلالة من سل من الشيء، نلتمس هذا إعجاز مبهر لكتاب الله عزيز الحميد. ما كنا لنطلع عليه إلا عندما تقدم العلم في العصر الحديث واكتشف كيف تتخلق النطاف الذكرية والأنثوية منها، وكيف أن الحيوان المنوي ينسل حقيقة من الخلية في نهاية المطاف ضعف من الحيوان. من سباتوغوني واحد نجيب عندنا أربعة هي ضعف، وكأنها خيوط تنسل. الآن نتكلم على الدوزيام بارتنر الشريك الثاني. كثير من الناس يتكلمون ويقولوا القرآن ما قالش ما هدرش على ما ذكرش البويضة ما تكلمش على لوفيول. راح نبين لكم باللي أذكرها. بما أن القرآن الكريم يؤكد أن عملية التناسل يشترك فيها الذكر والأنثى، لا شك أن يكون هذين العنصرين مذكورين منفردين في الكتاب كما ذكر على حدى في السنة. تذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل يخلق، وبالأخص في الآيات اللي تكلمناها تاع لأنه في قرار مكين التي ألمت بكل أطوار التخلق البشري. إن لم تأتي الإشارة إلى البويضة صراحة فيكون ربما معبر عنها كنية، ويكون هذا الأسلوب أبلغ في الإخبار عن مكنونها من اسمها. يخبرك يعطيك اللب تاع الأمر ويفيدك خير من اللي تعرف الاسم. الاسم هذا قدر يتغير. يقول الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. المشهد يكون غير متكامل وغير متناسق لما نتعرض إلى الإخصاب بذكر أحد الشريكين نطفة الذكر مكررا في هذا الفعل ويتجاهل الشريك الثاني البويضة، إذ لا شك أن يكون المساهم الثاني الدوزيام بارتنير مذكور في الآية ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هو قطعا راه موجود في هذه الآية. لا شك أنها مذكورة في الآية يعبر عنها لفظ من ألفاظها ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم هو في حرف جر، هذه أدوات تاع وصل، ما يمكنش أن تكون اسم تاع البويضة، رديف تاع البويضة والحاجة. هذا الأخضر هذا جعلناه، هذه جملة فعلية، وهذا عرفنا باللي نطفة عرفناها باللي نطفة الذكر. هذه الألفاظ لا يصح أن تكون اسم، وبالأحرى لاسم نطفة الأنثى. دونك بار إليميناسيون قلعوا هذول.
إذن لا يبقى أمامنا إلا اختيار واحد، هو عبارة قرار مكين، هو قرار مكين، هو الشريك الثاني الذي نبحث عنه. ولماذا لا يكون قرار مكين هو الشريك الثاني الذي نبحث عنه؟ لنتمعن هذه الكيان الذي سماه القرآن قرار مكين. قرار المصدر تاع الفعل قر، يعني سكن، المستقر الثابت. ومكين على صيغة فعيل يعبر على صيغة المبالغة، وطيد قوي، قوي جدا، متين، متين جدا، ثابت لا يتحرك، حصين بأتم معنى الكلمة. إذن فالبويضة هي محل الاستقرار الطبيعي للحيوان المانوي بعدما أن يمكن من الاتحاد بها. البويضة توفر كل أسباب المقامة والتمكين وسعة المؤونة وأمن، لا يخشى الحيوان المانوي المستقر بها لا ضيق ولا جور ولا جوع. وهذا لمعايير ولكونسيديراسيون ديفيرس، منها المقاييس الهندسية. يوجد تباين شاسع بين حجم الحيوان المنوي وحجم البويضة. كي نديرو لو رابور سي ان بور ان سور ميل، البويضة أكبر من الحيوان المنوي واحد على ألف. والصور التالية أكبر شاهدا على ما نقول. شوفوا البويضة كيف دايرة والحيوان المنوي كيف يبان الصغر نتاعو. البويضة قرار مكين، فهي تمتلك التجهيزات والمؤونة، يعني بمعنى الطاقة الكافية به، مواد غذائية وطاقوية، ما يمكن البيضة البيضة يعني لوسيغوت العيش 5 أيام التي تستغرقها رحلة النزوح إلى الرحم للإنغراس به. في مجال الحصانة، الغشاء الشفاف له وظائف أساسية في أمن البويضة وتأمين عملية الإخصاب. لا يوجد في الكون خلية أخرى غير البويضة لها هذا التميز، بإحاطتها بقشرة شفافة لازون بيلوسيد. وهذه هنا صور عن لازون بيلوسيد. هذه السلايد هذا خلاصة كاع الكلام اللي قلناه. تاع مرحلة الإخصاب، عندنا من جهة سلالة من ماء مهين اللي هي، والمعني هنا هو حيوان منوي، ويقابله قرار مكين الذي يعني البويضة. في بالنسبة للماء الحيوان المنوي، الخلية تتميز بهذه عن سائر
خلايا الجسم بالانسلال الذي هو طريقة فريدة لتكاثرها. لا توجد خلية أخرى في الوراني أنيمال عندها تتكاثر بالطريقة هذه. أي خلية حتى في نفس الجسم تاع الإنسان اللي ينتج الحيوان المنوي، الخلية تاع الدماغ ولا خلية تاع القلب ولا خلية، ما كانش غير حيوان منوي هو اللي سي سبيسيفيك. من جهة أخرى قرار المكين بالنسبة للبويضة كيف تتميز هذه الخلية عن سائر خلايا الجسم بالغشاء الشفاف الذي يحيط بها. ذكر القرآن الكريم حين تعرضه لطور الإخصاب إلى الخصائص فيزيولوجية لكل من الشريكين في العملية، بدلا من أن يسميهما صراحة، وهذا أبلغ في الدلالة على كونه كتاب معجز، إذ كيف يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سلمنا جدلا أنه مؤلف القرآن بدراية بهذه التفاصيل العلمية الدقيقة، تجاوز ذكر أسماء هذين الشريكين في ذكر هذا الشأن إلى ما هو أبعد عمقا في العلم بهما إلى الجوهر. اهتم بالجوهر. لو ذكر الشريكين في عملية اللقاح بأسمائهما على عهد أبي جهل لما شق وشد انتباه القوم لذلك الأمر، لأنهم كانوا يجهلونهم. لو ذكر الشريكين الحيوان المنوي والبويضة ولم يكن قد اكتشفا في عهد نزول الوحي، فكيف للناس أن يدركوا معنى نص يجهلون مذلول مفرداته؟ لذا تعرض القرآن الكريم إلى هذه المسألة بعبارة يفهمها كل القوم، ولو لم يستوعبوا وقتها أبعاد العملية. أما في زمننا، في زمن العلم، المقاربة تختلف. العلم تطور تطورا رهيبا في كل المجالات. في زمن التنزيل اكتفى الناس بالإقرار أن الله عز وجل جعل نسله الإنسان من سلالة من ماء مهين، أي من مني، بتعبير بسيط ويوافق معارفهم البسيطة. أما في عصر توسع العلم والتكنولوجيا